عدد من الأسر من حاجزي مشروع إسكان التعاونيات في محافظة الأقاليه بسبب أن المشروع متوقف من 16 سنة نتيجة خلافات بين هيئة الإسكان والشركة المنفذة. عدد من هذه الأسر قاموا بعمل بعض الاحتجاجات. تقارير ومكاتبات وردود وصبر نافد، تلك هي الحالة التي تعيشها أكثر من 1000 أسرة من محافظة الدقهلية من حاجز مشروع إسكان التعاونيات الذي بلغ نسبة الإنجاز فيه 45% خلال 16 عاما، وما زال المشروع متوقفا إلى الآن. مقدمين عليها من سنة 2000، دلوقتي بقينا في 2016. الأرض ببلاش من المحافظ لهيئة التعاونيات للشباب، بقالنا 16 سنة دلوقتي محدش فينا استلم حاجة. دافعين الاقساط بتاعتنا السنويه ودافعين كل اللي هم عاوزينه، وجي دخل المهندس ابراهيم محلب في الموضوع ومفيش فيها حل لغايه دلوقتي، فشلوا في الحل بتاع الموضوع. فاحنا بنناشد الساده رئيس الجمهوريه يشوف لنا حل في الموضوع ده. حاجز شقه من بقالنا 16 سنه ومعاناه شديده ل 1000 اسره. توافد على هذا المشروع عده وزراء اسكان، والسيد ابراهيم محلب رئيس الوزراء جينا حضر كذا مره وامر باستكمال المشروع، ولا في حس ولا خبر. واحنا بصراحه يعني بنقول لسياده الرئيس، احنا لما بنشوف الشقق الجديده 100,000 و200,000 كل يوم بتفتح، ومشروعنا متاخر 16 سنه ودفعنا عشرات الالوف من الجنيهات في ايجارات بره جديده، بنقول يا سياده الرئيس ارحم الناس اللي بتوعنا وارحم المنصوره بال1000 اسره، واليوم حق عليك ان انت تدي اوامرك، اللي هي مش هتخلص الا بامر سياسي خلص المشكله بتاعت المنصوره. المقاول متوقف تماما في انه يعمل اي حاجه. المقاول في نزاعات ما بينه وما بين الهيئه، هيئه الاسكان التعاونيات عامل عليه غرامات تاخير وهو ما بيدفعهاش، وهو له مستخلصات وما بياخدهاش. احنا ذنبنا ايه؟ احنا ملناش اي ذنب. لما هتصوروا دلوقتي المشروع هيصعب عليكم ان في مساكن مبنيه وخلصانه وموقفه على التشطيب، وممنوع ان احنا نستلمها، وممنوع ان احنا نحجز في اي مشروع اسكاني تاني باسمنا، لان ده يعتبر غلط. تكمن المشكلة بين هيئة التعاونيات التي حصلت على كافة مستحقاتها من المواطنين، ولكن حدثت مشكلات بينها وبين الشركة المنفذة التي توقفت نتيجة ارتفاع الدولار وعدم صرف مستحقاتها. وعلى صعيد آخر تأخرت المحافظة في تسليم أرض المشروع بكاملها. أنا واحدة من الناس بعت ذهب ولاده واستلفت فلوس وجيت قدمت ما سمعت عن موضوع المشروع، وأنا ساكنة بدور أرض ما هوش صحي خالص ولا شبابيك ولا اي حاجه، وتمنيت اللي فيه ايه سكن زي ده. جيت بعت اللي ورايا واللي قدامي وجيت قدمت وبقيت احرم من قوتي علشان ادفع القسط، وفاجئت لقيت وقف ولا استلمت اي حاجه، وجوزي برضك مبهدلنا على الفلوس اللي انا استلفتها، واولادي صحتهم تعبت من الشقه اللي انا فيها. ولادي اخدين شقق هنا، وكنا فرحانين من سنة 2000 ان احنا هندفع وتخصص لنا شقة، وبقينا ندفع الاقساط، حرمنا نفسينا من كل حاجة عشان ندفع الاقساط وناخد الشقة. حضرتك لو شفت منظر المشروع وبقاله كام سنة، الرطوبة والحر والشتاء بهدل المشروع يا ريس كده، حرمت احنا متبهدلين في الايجارات المؤقتة وفي نقل العفش، واحنا لا حمل نجيب عفش تاني ولا حمل نعمل حاجة. يرى المواطنون لا حل دون تدخل الدولة واستكمال المشروع وتعويض الهيئة والشركة المنفذة من حصيلة بيع الوحدات التي لم تباع حتى الآن. عمرو عمار، تان تي في. يعني بعد 16 سنة نأمل أن أصحاب 990 شقة بعد انتظارهم ل 16 سنة، وزي ما حضراتكم شايفين يعني الناس بتقول أنها حرمت نفسها من كل حاجة علشان تدفع اقساط الشقة دي، وما بياخدوش الشقة دي، لسه مش عارفين يحصلوا على حقهم. أنا يعني بوجه نداء عاجل للسيد رئيس الوزراء، يعني نأمل أن يكون هناك حل سريع لمشكلة بقالها 16 سنة. عيب وحرام انه هؤلاء الـ يعني المواطنين المصريين ما قدروش يحصلوا على حقهم الطبيعي، يعني هم دفعوا اثمان الشقق دي وما بياخدوهاش ما بيستلموهاش. طب يعني نكلم مين؟ طيب